مشاهدينا نحييكم من جديد. قضية نوقشت كثيرا، لكن كمان يبدو أن العقبات الموجودة في المجتمع طيلة السنوات الماضية كانت بتمنع أي تطور فيها، وهي ما يتعلق بالتبرع بالأعضاء في مصر. مصر من الدول اللي تحولت إلى سوق لقطع الغيار البشري، بمعنى ان في اهاوي معينه هتلاقوها كتير بيقعد فيها من يتبرعون او يبيعون الكلى يعني باشكال مختلفه، وفي حوادث كثيره ناقشناها معاكم من قبل. طيب، هل التبرع بالاعضاء يمكن ان يقضي على هذه السوق ولا يزودها؟ وكمان حق الحياه اللي يمكن انه يساعد اشخاصا في الحياه بسبب انه بعض اعضاء الجسد يعني يمكن التبرع بها، وبالتالي يمكن ان نمنحهم الحياه، ده طبعا بمشيئه الله سبحانه وتعالى يعني. خلونا نناقش القضيه مع ضيوفي. الدكتوره شاديه ثابت عضو مجلس النواب، وهي اللي قدمت باقتراح لبنك لاعضاء انشاء بنك الاعضاء الجسم اللي هيتم التبرع بيها يعني. كمان القس ايوب يوسف راعي الكنيسه الكاثوليكيه بدرجه، على اعتبار انه كمان كنت اعلنت استعدادك التام للتبرع باعضاء الجسد يعني. مظبوط. دكتور احمد كامل استاذ جراحه المخ والاعصاب بالقصر العيني، اهلا بيك دكتور احمد. والدكتور محمود عطيه عضو مجلس النواب، اهلا بيك يا دكتور. اهلا وسهلا. دكتور حاتم البدوي سكرتير عام شعبه الصيدليات بالاتحاد الغرفي التجاري، دكتور حاتم اهلا بيك. اهلا بيك يا فندم. دكتور شادي على طول وبايجاز يعني، انا هحاول دقيقتين 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 عشان نجز الموضوع. يعني ايه بنك الاعضاء؟ والله ده حاجة يعني، ده البنك الأعضاء متعرف عليه في العالم كله، يعني احنا متأخرين جدا في ده. في حاجة اسمها بنك الأعضاء، بنك الأعضاء ده يعني بيمنح ان انا في يبقى في بالتبرع مش بالبيع. يعني الواحد بإرادته يتبرع او يكتب وصية، يعني انا اللي قلته ان ممكن يكتب وصية قبل ما يموت بانه لو مات ممكن يتبرع بحاجة معينة او باي حاجات، يعني مثلا القرنية الكبد. لا القرنية بتتم. لا ممكن. ممكن حضرتك. ودي غالية جدا يعني، القرنيه بقت العمليات بتاعتها في القرارات والحاجات دي غاليه جدا، وبتثقل كاهل الدوله جامد جدا، وعشان كده مقلين جدا في عمل الكلام زي ده. فلو ده اتعمل، وعلى فكره البنك الاعضاء مش زي ما الناس فاهمه، ده الاعضاء ده لازم تاخد في وقت معين، و طبعا في اسلوب علمي وطبي معين. طب بس بعد الوفاه ولا اثناء الحياه يعني؟ لا هو باثناء الحياه لو بمحض ارادته لحد قريبه ولا حاجه، ودي بتحصل كتير. ولكن انا بتكلم على ان ممكن واحد كتب وصيه لي ان بعد ما يموت، اولا بعد ما بيموت الروح بتطلع لربنا والجسم بيبلى. فلو هو بس معظم عمليات البيع بتتم تحت عنوان التبرع، يعني مفيش حد بيبيع كده ويقول انا بعت يعني. لا ما انا افرض يعني ان واحد بيسرق بطريقه اندايركت، هخلي كل الناس حراميه؟ لا، هيبقى فيه لائحه تنفيذيه، وهيبقى موجود في المستشفيات العامه هذا البنك، وهيبقى فيه اللي داخل، وزي بنك الدم بالظبط. ما هو بنك الدم نفس القصة ده. نفس مش انا اتوخم. مش هقعد اتوخم ان هيبقوا حرامية وان هيبقوا يبقى مش هب مش يعني ما افترضش دايما سوء النية، فكده مش هتقدم خطوة. مبدئيا فكرة التبرع ما فيش حاجة اسمها تبرع، التبرع ده بيتعمل في الدول برة، وفي الاخر خالص الدول دي بتحتاج برضو الاعضاء، وبياخدوها من الدول الاكثر فقرا، اللي بياخدوها من الناس اللي بيتاجروا في البشر في الدول الفقيرة واللي محتاجة للفلوس. فده باب كده للناس الاغنياء بتتعالج. ثانيا لو احنا عملنا بنك الاعضاء، هذا بنك الاعضاء معمول للفقراء وما معمول للدول العربيه ولا معمول للاجانب؟ يعني اي حد كده ولا للمصريين؟ ثانيا هو بالتبرع، بس خلينا نكمل كلامي. للتبرع لمين؟ مفهوش فلوس. والقائمين عليها مين؟ الحاجة التانية معلش، فكرة الموت بعد الموت دي، ده ممكن تخلي أي حد على فكرة ما عندوش ضمير، وده وارد وموجود. موت حد؟ لا مش موت، ميت إكلينيكيا، ويدخله يقول لك. وعلى فكره في حاجه اسمها الموت اللي هو موت الدماغي او موت دوت، بيرجع ممكن على فكره يرجع، لكن الوصف الطبي ما هي دي بقى المشكله. دي المشكله. الكلام ده كنا حاكمينه بان الموت يبقى موت يا فندم، توقف الدماغ ولا توقف القلب؟ معلش يا فندم، احنا مش حاكمين التموين، هنحكم الاعضاء البشريه؟ احنا مش حاكمين حاجه، احنا عندنا عدم. يبقى خلاص ما نعملش اي حاجه. لا مش ما نعملش بقى خلاص، مش وقته. ما دام عندي شك وسوء نيه مش هعمل حاجه. التموين ايه؟ الناس بتزرع الزيت والسكر، هنيجي على الاعضاء
اذا كان بيسرقوا الزيت والسكر مش هيسرقوا الاعضاء. وبعدين الفكره دي ما هم بيحاليين بيسرقوا بيعملوا الفندق المصري من اكتر الدول في العالم رقم 3 في بيع الاعضاء في تجاره الاعضاء كل بعد العالم. بعد الصين وباكستان. لا يا فندم, مصر بعد الصين وباكستان في تجاره في تجاره البشر. وفي عصابات مافيا وفي عندنا ناس شغاله في الكلام دوت, وفي اطفال بتموت وناس بتتخطف موجوده. الكلام ده موجود, احنا ترتيبنا رقم عالم. ما نديش بقى البيئه وندي لهم بالقانون على صفيحه من. طيب دكتور احمد كامل, هل ده اللي هيقضي على كل الدول يا فندم فيها فيها تجاره اعضاء؟ هل ده اللي هيقضي على سوق مصر رقم 3؟ لا 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 لا, ده ينطبق على كل حاجه. احنا لا نعيد اختراع العجله. قوانين المنظمه لزراعه الاعضاء موجوده في كل انحاء العالم. القانون ينظم العلاقه ما بين المواطنين. لو اخترت ان اي حاجه ما لهاش قانون يبقى اذا فانا لا انظم هذه العلاقه, فانا بخلق المناخ يا استاذ. بس انا اديتك يا دكتور, لا لا مش كل حاجه في العالم تنفع لنا. معلش, مش كل حاجه في العالم تنفع لنا. واللي بينفع في بلجيكا ما ينفعش في دكتور محمود. في احنا عندنا, عايز اقول لحضرتك, عايز اقول لحضرتك التبرع بكليا لا يمكن. انت مش بتتكلم في الشيء يمكن ان يمنحها الحياه بمشيئه الله. هو بيتكلم انت ومن احيا نفسا كانه احيا الناس جميعا. عايزين نفرق بين البنك الاعضاء. انت مش بتتكلم في سلعه كماليه ولا رفاهيه. هتبقى سلعه, هتبقى سلعه والفقراء فيهم اللي هيتداسوا فيها يا فندم. في قانون منظم وده خمسه لسنه 2010 يا فندم. البيئة غير مناسبة في مصر. وفي لجنة عليا لزراعة. لا 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 لا, لكن من نصبك قايم على المصريين عشان تقرر انت لوحدك مين اللي مناسب ليهم ولا لا؟ حضرتك انت عضو في برلمانتي 600 تطرح رأيك. انا واحد بقول رأيي. الشعب ده انا بقول رأيي, انا بتكلم عن الشعب وبقول رأيي. ما تعممش على الشعب. وحضرتك بتتكلم على ما تعممش على الناس كلها. انا امثل الشعب هنا. ما تتكلمش على ال 100 مليون. انا بتكلم عن الشعب. لا انا بتكلم عن الشعب. معلش. انا نائب مصر وبتكلم زي ما انا عايز. التصويت بقى يحصل يختاروا ناس من رأيي. انت افتراضي. افتراضي. افتراضك ان البلد مش عارفه تنظم ازازه الشعب. يا دكتور اشهد عشان اسمع يا جماعه اتفضل. يا فندم غياب القانون عن تنظيم اي حاجه في الدنيا يبقى هو بيفتح الباب للخروج على القانون. لو انا قلت ان المخدرات بيساء استغلالها وبيتم الاتجار فيها وبتوصل العقوبه للاعدام, لكن في نفس الوقت لو ما فيش مخدرات ما فيش ولا عمليه هتتعمل, ما فيش درس حتى هيتخلع, مئات الالاف من الناس هتموت. طيب امنع المخدرات خالص من البلد عشان خاطر الناس تموت إنه... عشان خاطر في بعض الناس بتتاجر فيها. مثل هاي مثل هاي. لا مش مثل. لا وعندي ألف مثل. انا معترض. انا لو انا ابني عنده محتاج يزرع كبد وبيموت قدامي, الناس مستعدة تعمل اي حاجة عشان تنقذ حياته. برع. لو انا قفلت لهم الباب ان هو يحاول يلاقي طريقة قانونية ينقل الكبد لابنه, هيعمل اي حاجة عشان ينقذ حياته. والله ما بحد. احنا وصل بينا الامر اننا بسبب الحركات دي والدول العربية والاجنبية بلد فيها 100 مليون وهتستخدموا المصريين من بره لان مش عارفين نجيب من هنا. ايوه مش عارفين تجيب من هنا. ايه ده انت بتبيع المصري؟ احنا بنستورد قرنيات. ايوه ايوه وغالية جدا يا دكتور. وبنستوردها بالدولار من بره. عندنا 100 مليون ولكن لان عندنا فاشلين ان عندنا قانون ينظم العلاقة ما بيننا بنجيب من بلد تانية عندها قانون نشتري منها على الجاهز. طيب دكتور حاتم وبيجاش انا اسال القصه قبل انه عنده حاله يعني يعبر عن استعداد. بس هنا تمام في مخاوف انه اما انه ده هيزود سوق مافيا قطع الغيار البشريه زي ما انا هقول لحضرتك. او انه زي ما الدكتور احمد بيقول لك لا ده التقنين ده اولا هيمنح الحياة لبشر يستحقون الحياة, ومن ناحية تانية كمان هو اللي هيقضي على سوق التبرع. مش هو بس مبدئيا سيادة النائب بعد إذن حضرتك, احنا مبدئيا مش ضد أبدا أي تشريع يمنح الحياة لإنسان على وشك أنه يتوفى الله بسبب مرض ما. ولكن السؤال بس ما بطرحه بوجهه للسادة النواب اللي موجودين معنا, مين الجهة التنفيذية في البلد اللي هتبقى مسؤولة ومشرفة عن تنفيذ هذا التشريع؟ وزارة الصحة. مظبوط يا فندم؟ أيوه. وزارة الصحة اللي عندنا اللي هي فشلت في انها توفر المستلزمات الطبية ولجأت للقوات المسلحة. وزارة الصحة اللي فشلت وحصل لها أزمة في ألبان الأطفال ولجأت للقوات المسلحة. وزارة الصحة اللي مش قادرة تمنع الدكاترة في عياداتهم من انهم يبيعوا دواء من هيئة العلاج من إدارة العلاج الحر. ما إدارة العلاج الحر دي اللي هتبقى مسؤولة عن هذا الكلام اللي هي هتتابع المراكز بتاعه النقل الاعضاء. ما بالك بقى باعضاء بشر, بالك باعضاء بشر يبقى في الحاله وزاره الصحه ولا اعالج مرضى ولا اعمل عمليات ولا اعمل اي حاجه طالما اني فاشله في جزء افشلها في الكل. حضرتك انا بقول كلام غلط بالقتل. هل انا بحاول اصلح؟ هحاول اصلح. هو الاعضاء دي خطر فورا يا دكتوره؟
هل الاعضاء دي اللي بياخدها الفاره؟ يعني حضرتك لو في طفل يا فندم لو سمحتي بسالك، لو في طفل صغير ابوه فقير في مستشفى هيبقى الصندوق الاعضاء ياخد؟ اذا كان الدم لحد الناس بتشتري. دكتور احمد بنك الاعضاء لهذا الغرض عشان الفقير. ايوه الناس بتشتري الدم ياخد عشان الفقير. اذا كان اذا كان بتقول لك قرارات علاج على مدى الدوله ممكن يا جماعه اذا كان بتقول لك قرارات علاج على مدى الدوله للقرانيه اعضاء الفقير. يا دكتور اشهد ما حدش سامع والله. يا دكتور احمد اتفضل. دكتور محمود مفيش دكتور، انا مش عرفنا مفيش دكتور عارف في البطاقه اللي دوت وحالته وبعدين اقول ده ماشي. انا داخل على عمليه وهو يحط كومبليكيشن وضعفات. طيب دكتور احمد بس بسرعه عشان اسمع القصه. ايوه يا فندم اقول له انتم تلبسون الصاج الابيض يا دكتور محمود وقال الدكاتره ان انتم بسطوا للشيطان. يا دكتور محمود لو انا دخلت على اي عمليه حطيت المضاعفات قدامي مش هدخل لها عمليه ايه؟ مش لو انا كل حاجه هخاف منها يا جماعه. يعني دكتور احمد انا عايز اشرح. عندنا كميه الشفافيه وكميه الفساد هل الناس هتسمعكوا كده يا دكتور احمد لو سمحت؟ يا دكتور مصر شاية. كويسه جدا يا جماعه، ما عندناش وقت للتشابك والاصوات. بس اتفضل. مصر فيها مشاكل. مصر زي الفل بس فيها مشاكل. لو سمحت يا دكتور محمود اجابه سؤال حضرتك. ايوه بس ما تزودش الدنيا كده. ايوه الفقراء الفقراء ايه؟ الفقراء ما بيتزرع لهم اعضاء. الفقراء بيتزرع لهم قرنيات على نفقة الدولة. أيوة. زي ما النايبة المحترمة قالت دلوقتي. أيوة. عندنا في الأصل العلاجي بتمنع عمليات زرع بس ما يتجاوز القرنيات. الكلى بتتزرع عندنا في الأصل العيني. والله أغلى من البصل واحد. مفيش. أنا أعرف واحد صحفي في صغير في جورنان عنده حاجة و30 سنة مش هقدر أقول اسمه، ابنه محتاج زرع كبد. أوكي. لا هو مليونير ولا هو نجم ولا هو غني ولا حاجة، وقدر إن هو يعمل العملية لابنه وفي مكان كويس جدا، وقدر ان هو جمعيات منظمات تساعده مجتمع مدني وبتاع، وقدر انه يعمل كده. لم يتم تمييزه باي حاجه. يبقى ما عندناش مشكله. لا كلنا عندنا مشاكل. موضوع التشخيص الموت الكلينيكي. اسمعني بس يا فندم، احنا عندنا سمسره في مصر يا فندم على ده دلوقتي. ما انا عايز احارب ده. تحارب ايه؟ انا عايز احارب ده. انت بتديهم سفر الحريه. ما انت بتقنن الموت ليهم. المصريين مش ناقصين بدون فلوس. والله مش وقت افتكاسه دلوقتي. مش وقت الكلام دوت. قصه ايوب. خلينا يا جماعه ما طلعش يعني يا فندم نحل الاقتصاد. يا دكتوره شاديه الاقتصاد بتاعنا الراجل التزم الاول. ما احنا بنعمل ايه؟ احنا بنطلع على فكره الناس والله العظيم. الحاجه هيتعمل للدول الخليجيه والله العظيم للدول بتاعه الخليج والناس اللي حاجانب والناس المصريين والناس اللي هتموت يا فندم يا فندم والناس اللي هتموت من هنا لغايه لما نخلص المشاكل الكتير حضرتك قلتها دي ذنبهم في رقبه مين؟ لا لا يا فندم مفيش ذنب. ذنبهم في رقبتك انت. انت موافق يعني؟ لا في وزاره تقول انا هاجلهم لغايه لما احل مشكله. طيب قصه ايوب لو سمحت يا جماعه لو سمحت. كم النيات الطيبه البطاله تخلص يا دكتور محمود لو سمحت. النيات الطيبه واحنا فين رقبتنا؟ قصه ايوب رقبه اذا كان دكتور في عمليه ممكن يقول لك دماغي. يا جماعه يعني ما اسالوش.